مجلس وجينا مجلس معذورين والله. السلام عليكم. معذورين عاد هذا حبيب القلب. هلا هلا وهلا هلا بعد عمري هلا الله يعزك. قسم بالله هذا ممكن اطيب قلب انا تعرفت عليه في حياتي يا بعد روحي ترى محتاج. بس انا زعلان ليش كيف تروح المغرب ولا خذيتني؟ ها شف هذا وش جاب هذا؟ يا الله عمري شلونك؟ طيب مشتاق لك رايح المغرب بس خليني ليه؟ هلا طيب. هلا ومرحبا قدام متابعيني نمشي بكره؟ لا يا اخوي مو هذا عمري والله. صدقوني يا جماعه الخير جيت وحصلت علبه فوكس هديه جايبين لها هديه. انا مصاب بس بس بسالك سؤال بس الحين انت تدهن بعلبه الفوكس ولا تدخل داخل العلبه وتطلع؟ انت يعني ذا الحين مسوي انك الفاهم صح؟ قرب حبيبي شوي قرب شوي سوي زي كذا ايوه زي كذا ايوه بعد روحي عشان مرضى انا الحين دهن وجهك بالفيكس تعطيني كف؟ اجل انا ما اعطيك اعطيك كف اي نعم اعطيك كف والله مو بكفو تعطيني كف والله اعطيك كف والله ما يخس الا انت يلا احترم نفسك اعطيني الجهه الثانيه ها لا يلا وش بترد علي فيه؟ يلا سو فك وفك احترم نفسك على الجهه عشان ما تهيط علي مالك محتار انا اسف يلا كف ثالث بعد عمري والله والله مرتضى انك من اطيب قلب الله يعزك والله قلبك تدري ان جيتك ذي اقسم بالله انا تاج على راسي بعد عمري اي والله العظيم اللي نورت الله يحييك قلبي نوري احبك صح؟ الله ادري ولا ارضى احد يغلط عليك نعم تدري ان ابو دويش يسبك؟ سبني؟ ما بيسوي فتنه بس خلنا قام وخذ حقك بيدك خلنا بنزل انا بنزل لا خلنا اشيلك بنزل خلنا بجي وين انا ما ارضى على اللي غلط عليك ما ارضى عليه يتحمل بس بعرف انا وش قال بس بعرف وش قال قال الربع ما عنده سالفه انا ما ندرك عشق عليه اللي عشق عليه ما ندرك ما قلت لك انت فيك هيك جيب الطاوله وين الطاوله جيب الطاوله اي ليت ابرو انا رفع ايوه يلا والله اوريك خلني ارجع عليك ارجع